السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنبدأ مع بعض موضوع جديد جدا ويهم كل الناس ويهم كل صناع المحتوى أو التطبيقات أو أي حد نفسه يعني عنده فكرة ونفسه يحولها لموبايل أبليكيشن أو بأبليكيشن أو يعني كل واحد مننا بيبقى عنده فكرة ويبقى عايز أي شركة أو أي شخص حتى لو فريلانسر يعملها له كموبايل ابلكيشن ويب ابلكيشن ايا كان. فانا دلوقتي هشرح الطريقه الصح او اللي انت كشخص عندك الخبره ان او الفكره دي ازاي توصلها سواء لشركه تشتغل عليها. ان انت باختصار كبير جدا ان انت تحاول انك هتقول للشركه دي اعملي لي التطبيق الفلاني، تمام، يطلع زي ما انت عايز في الاخر. طيب الخطوات بقى اللي احنا نمشي بيها دي انا هشرح لك التفاصيل دي اللي الشركات بتعملها، وانت لازم تعمل اول خطوة او على الاقل تكون مهتم باول خطوة الشركة بتعملها، ماشي، الا وهي التحليل. احنا نبدأ نتكلم فيهم واحد واحد مع بعض دلوقتي، تمام. خلونا بس ايه نفتح عشان نشرح ايه، لان المحاضرة دي محتاجة ان احنا ده كويس، لا ولا التاني نشوف بس. اعتقد ده افضل. طيب تمام، نبدأ مع بعض بقى في الخطوات. احنا النهاردة زي ما قلنا هنتكلم عن انت عندك فكرة، سوري، انت عندك فكرة، تمام، عايز تحولها لموبايل ابليكيشن، جميل. طيب عشان نحول الفكرة دي لموبايل ابليكيشن او ابليكيشن او يعني لازم هتمر بمراحل. انا هقول المراحل دي باختصار وبعد كده ايه هنبدأ نتطرق ليها واحدة واحدة. أول حاجة المرحلة دي لازم تعدي مرحلة التحليل، تمام. التحليل يعني إيه تحليل؟ يعني يا سيدي إنك باختصار بتبدأ تطلع كل اللي أنت عايزه في ورقة وقلم، في ملف وورد، في أي حاجة هنشرحه برضو دلوقتي وهنشوف أمثال برضو للموضوع. المهم المرحلة التانية إن التحليل ده هتعمله تصميم، تمام، بعد ما عملنا التصميم وشوفنا شكل الايقونات وشوفنا شكل كل حاجه، تمام. المرحله الثالثه نيجي بقى لمرحله البرمجه، جميل. البرمجه دي نفسها بتنقسم لثلاث حاجات: برمجه السيرفر والباك اند، او انا شخصيا بسميها الباك اند، هنتكلم برضو يعني ايه، ومرحله الاي او اس اللي هو موبايل ابلكيشن، ومرحله الاندرويد، وممكن برضو يبقى في مرحله رابعه اللي هي الويب ابلكيشن لو هو انت عايزه يبقى ويب ابلكيشن كمان اللي هو موقع، وهشرح برضو الفرق ما بينهم دلوقتي. طيب الويب ابلكيشن ده نفسه ممكن برضو يبقى فيه مرحلة اسمها ويب ديزاين، ما تقلقوش خالص لو انت اتلخبطت هوضحها واحدة واحدة كمان شوية، جميل. الويب ديزاين ماشي. دلوقتي كل المراحل دي خلصت كده بقى معانا تطبيق، بس لسه في اهم مرحلة الرابعة اللي هي التستر، التست، انك بتست بقى التطبيق ده وتتأكد انه مناسب للموضوع. طبعا التصميم ده برضو في حاجة فيه اسمها يو اي ويو اكس انا هقول لكم عليه. وبعد التستر بقى المرحلة الخامسة، او اللي هي اصلا يعني المفروض ان انت بقى بتعمل ابلود او بابلش، جميل، انك بتنشر التطبيق. طيب خلونا كده هنمشي بقى عليهم واحدة واحدة وهنبدأ نشرح كل واحدة ايه لازمتها وايه تفاصيلها والليلة بتاعتها دي كلها، جميل. نيجي بسم الله. دلوقتي انا هفرض ان انا هعمل فنفرض ان انا هشتغل دلوقتي على فكره زي انستجرام. انستجرام ده فنفرض ان الفكره دي لسه مش موجوده، ما حدش عمل موقع اسمه انستجرام اصلا، تمام. دلوقتي انا باجي بقعد انا كواحد صاحب فكره في ورقه وقلم، جميل، وبرسم الشكل اللي انا بقول لكم عليه ده اللي هو اول مراحل التحليل، او يعني هي المفروض الشركه اللي بتعمل التحليل، ودي المرحله اللي هي اهم حاجه. ليه التحليل هو اهم حاجه؟ لان اللي انت هتتفق عليه وهتحطه هنا هو اللي هيتصمم، فبالتالي هو اللي هيتبرمج، فبالتالي هو اللي هيتعمل له بابليش. لو نسينا حاجه في التحليل فبالتالي هتتنسى في التصميم، هتتنسى في البرمجه، هتتنسى في التيست، هتتنسى في البابليش، جميل. فماشي خلونا نيجي كده، مش عارف كده لو ضغطنا يعمل واحده تانية على طول جديده وخلاص. طيب هنشرح اول حاجه التحليل. نشرح التحليل، دي كبيره دي مش مشكله، التحليل او الاناليسيس زي ما بيسموه. طيب التحليل بيبدا يعني في نفسه مرحلتين. المرحله الاولى اللي انت بتبدا تمسك ورقه وقلم زي دي كده وتكتب فيها وورد، تفتح ملف وورد وتبدا تكتب فيها الاتي. تبدا تكتب فيها مثلا، انا قلنا انا هشغل انستجرام، عندي انستجرام، سيبنا من الاسم دلوقتي، فيه هيبقى عندي مستخدم،
يسجل دخول، تمام، بيسجل دخول، وتسجيل الدخول ده هيحتاج ان انت تعمل حساب، والحساب ده هيبقى فيه مثلا الاسم والصورة والايميل والرقم السري، تبدأ تكتب كل ده كده، تمام. طبعا انت لو ما بتعرفش تعمل الحاجة دي الشركة ممكن تعملها لك، مفيش اي مشكلة فيها، بس بتحصل معاهم اجتماع واتنين وتلاتة لغاية ما ياخدوا منك كل حاجة، هما بيحولوه، بيمشوا باللي انا بقول لك عليه ده، الشركات بتمشي كده فعلا، تمام. تبدأ تكتب الكلام ده كله في وورد او كده، دي المرحلة الاولى من التحليل. المرحلة التانية بقى ان هي تحول الحاجة دي لشكل اليو اكس بتاع، او سوري، التحليل ده يتعمل في شكل واير فريم، حاجة اسمها واير فريم، ماشي، او بروتوتايب، بروتوتايب ايا كان، يعني اللي هم بيسموها ايه، اللي هي ايه يا سيدي بقى، اللي هو يمسك لك كده، يمسك كده، يمسك اللي انت قلت له انت عندك مثلا صفحة اسمها تحليل، صفحة اسمها تسجيل دخول، تقوم رايح عامل كده صفحة ويسميها مثلا دي لوج ان، ويقوم رايح راسم كده سواء بالورقة قلم سواء بالبرامج، يعني البرامج اللي بتعمل بيه زي برنامج الاكس دي، دي اشهر، يمسك ده كده ويكتب هنا مثلا ايه البريد، وهنا الرقم السري، بيرسم الصفحات، ماشي، يعني مثلا يقوم رايح فاتح دي كده، ده تسجيل الدخول، ويقوم رايح راسم كده ويحط زرار، ده زرار زر، طبعا هوريكم اشكال ليه في الاخر، يعني لما اخلص كل الليله دي نفتح الانترنت مع بعض واوريكم المراحل دي برضه بتشتغل ازاي. بعد كده يقوم رايح عامل كده، دي مثلا ده خلاص ده صفحه الدخول او الرئيسيه، الرئيسيه مثلا هتلاقي صوره هنا، صوره واسم، وهنا تايتل، وهنا صور، صورة صورة، وهنا زرار، يلا ما يضغط على الصورة دي هيقوم رايح فاتح صفحة فيها الصورة بشكل كبير عشان يعمل ابلود، يبدأ يعمل كل التفاصيل دي في شكل بروتوتايب. طيب انت بقى كواحد صاحب فكرة لازم، يعني لو قدرت انك تركز في المرحلة دي وتتأكد ان كل اوبشن انت عايزه موجود، ولو تعملها انت بنفسك يبقى افضل جدا جدا جدا، هتبقى ضامن بنسبة 90% إن اللي أنت عايزه الشركة هتعمله لك، وهتعمله لك صح في أقصر وقت ممكن، لأن أصعب حاجة على الديفيلوبر واللي بيشتغلوا إن تعدل في حاجة هم بنوها، لأن عشان تبقى فاهم الديفيلوبر، يعني أنت مثلا رسمت هنا زرار بسهولة، لأ ده هو بيبني الزرار ده من الصفر، بيبني الزرار ويديله أبعاد وألوان، جيت أنت قلت لي شيل الزرار ده وحطه في حتة تانية، هو هيشيله لك بسهولة، ماشي، هياخده من هنا يحطه هنا، مش الموضوع مش كده، ممكن هنا لما يروح الصفحه اللي بعدها يعمل تضارب في الاكواد لان هي كلها اكواد مع بعض، انا مش بقى ده الموضوع ده كده بسيط، بس بيحصل بقى حاجات كمان، ده مربوط بقاعده بيانات معينه، فانت لما تحطه في حته تانيه هيضطر تنقله بربطة قاعده فتخيل مثلا انت عامل شبكه كبيره جدا مكونه مثلا من 20 30، من 20 30 حاجة، وفجأة عكست الحاجات دي مع بعضها، أكيد هيحصل تضارب، فأنت هتضيع وقتك وهتضيع مجهودك، والمبرمجين هيبدأوا يشتغلوا إن هم عايزين بقى مش بالطريقة اللي هم ماشيين بيها، اللي هم مرتبين كل حاجة مبنية على بعضها، فأنت تحاول تركز في المرحلة دي، اتظبطت أنا بقول لك بنسبة 90% البروجكت بتاعك كده بنسبة كبيرة هيطلع مظبوط، ال10% التانيين بقى اللي هم حاجات في الأشكال وكده. المهم خلصنا المرحلة دي، رحنا المرحلة بقى إن إحنا بنحول الأشكال اللي أنت شفتها قدامك دي للديزاين، اللي هي بتنقسم زي ما قلنا يو اي ويو اكس. اليو اي ده اللي هو بيتحول الاشكال اللي شفتها دي لتصميم شكله كويس جدا جدا جدا. طيب اليو اكس بقى يعني ايه؟ اليو اكس يعني ان انت بقى يا سيدي، يعني هو عمل كده، طبعا اليو اكس دي ممكن برضه تبقى داخله في التحليل شويه معاها، يعني قبلها ممكن تكون برضه قبل اليو اي، يعني هي اليو اكس الاول بعد كده اليو اي. ليه بقى؟ ان انت مثلا هتحط الصوره هنا للمستخدم ولا تحطها له هنا في التصميم؟ طيب يقول لك حطها لي هنا، لا المستخدم بقى هو الناس، اليو اكس اللي هو يوزر اكسبيرينس، يعني الناس متعوده على ايه بتعمله، ماشي، فانت لازم تعمل زيه من الاخر، يعني فانت الناس متعوده ان الصوره تبقى هنا، فتحط الصوره في الحته دي عشان الناس متعوده على كده، الناس متعوده ان الشكل، شكل الزرار ده هو القائمه، صح، ما انتش محتاج تكتب عليه قائمه، فتحط الزرار اللي الناس متعوده عليه، ما تختار عليه زرار من اول وجديد، ماشي، فهو ده اليو اكس باختصار، مش هدخل في تفاصيل فيه، بيحتاج خبرات وبيحتاج حاجات كبيره جدا 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 جدا، بس هو ده باختصار، ماشي. نروح للمرحله اللي بعدها، احنا عملنا الديزاين وبقى شكله حلو وتمام، هروح لمرحله البرمجه بقى. اول حاجه يعني ايه، هروح لمرحله البرمجه. البرمجه زي ما قلنا بتنقسم، خلينا نتكلم دلوقتي ان احنا عندنا باك اند اللي هو بيبني قواعد البيانات، طبعا انا بشرح لناس المفروض ملهاش، يعني مش هدخل في تفاصيل،
قواعد البيانات اللي بيبدأ يتخزن فيها الحاجات دي كلها، المواقع اللي ايه اللي هيربط الصفحات ببعض، الداتا هتحفظ فين عشان ابقى استعديها من موبايل اندرويد، استعديها موبايل اي او اس، كل اللي بيحصل المرحله دي الباك اند بيبدا يشتغل معاه بعده في فتره الاندرويد والاي او اس، ان هو بيحول الاي او اس اللي بيعمل لك النسخه اللي قبل واللي بيشتغل فيه زي ما قلنا افضل شيء. مش هتكلم برضو النيتيف ولا الكروس بلاتفورم، انت حر ماشي. الاي او اس والاندرويد انا اتكلمت في فيديوهات منفصله عن الفرق ما بين الحاجات الكروس والحاجات النيتيف وايه الافضل وليه دي افضل ودي بتفضلها امتى، وانت هتلاقي موجوده في فيديوهات. المهم اي او اس واندرويد، الموقع نفسه لو هو له صفحات شكلا، يعني لو مثلا هنا المستخدم في انستجرام زي ما اتفقنا بيرفع صوره جميل، فانت عايزه برضو من الكمبيوتر يرفع صوره، فبتعمل له برضو الوش، بيبقى ده مبرمج وده مبرمج وده مبرمج تمام. فده بتبدا تعملها برضو المرحله اللي هي الثلاث مراحل مع بعض، دول بيبداوا يشتغلوا كل واحد بيطلع فيرجن، بعد كده انت في الاخر بتست المرحله دي، بعد كده بتعمله ببلش. فانا يعني مش هقول لكم ان انا يعني المرحله الاولانيه اللي شرحت فيها كتير، بعد كده المراحل اللي بعدها ان انت بتعمل باختصار التصميم اللي انت عملته ده في الاشكال الناس بيبرمجوه. انا مش سهلتها لا، يعني انت مثلا ممكن تخلص التصميم في 15 يوم، ال 15 يوم دول الاي او اس ممكن يحتاج عليهم 3 شهور عشان يعمل الديزاين ده بقى بالفانكشنز كلها ويبقى متجاوب، الاندرويد زيه والباك اند زيه وهكذا. بس هي دي المراحل باختصار اللي بنشتغل بيها في اي عمل اي تطبيق. فين اول صفحه انا عايز اجيبها؟ انا هنا كنت مسحتها، فانا البرنامج ده لسه برضو يجي مش عارف ايه لو عايز اعمل اوندو هي موجوده فين، مش مشكله. المهم ماشي، ده في لير زي هنا وكمان والله. طب كويس، برنامج كويس. تمام، نيجي بقى خلونا نشوف مع بعض كده اونلاين بعض الحاجات اللي انا عايز اقول لكم عليها. انا مش عارف هنا انا قافل تقريبا الواي فاي، خلونا نفتح انا فاتح ده ليه ماشي. خلونا نفتح من الكمبيوتر تمام، خلونا نفتح من الكمبيوتر، نفتح من الكمبيوتر، نيجي هنا نقفل بس ده تاني عشان ايه مش عايزين ازعاج. خلونا نفتح هنا مثلا وليكن خلونا نجيب احنا عايزين مثلا خلينا نجيب البروتوتايب، او خلونا نجيب مثلا اليو اي، خلينا نكتب كده وجوجل اكيد هيجيب لنا صور يو اي اب يو اي اب ماشي. نجيب الصور، اول شيء احنا قلنا ان انت بتعمل التحليل ان انت بتعمل حاجه اسمها اليو اي الواير فريم، ده اليو اي المرحله الثالثه، الثانيه مش مشكله عايز اقول لكم عليها. خلينا اوريكم بس الواير فريم، نكتب واير فريم اب. انا مش عارف ليه انا بروح بعيد، طب ما اجيب اللاب هنا عشان نشتغل براحتنا صح. اننا خلصنا نعمل كده اهو ماشي، الواير فريم اب نفتح كده تمام. بصوا بالظبط كده اهو، ده اللي انت بتحول التطبيق بتاعك اللي هو هيبقى فيه ايه. شوف هي افضل جمله معبره، هو هيبقى فيه، هيبقى فيه صفحه فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا. بعد كده اللي هو فيه ده اهو، خلينا ماشي، هيبقى فيه اللي هو اللي قدامكم ده دلوقتي، هيبقى فيه، هيبقى فيه كذا وكذا وكذا وكذا. وانت كعميل لو عايز تضمن ان الدنيا تمشي تمام اعملها انت جميل. بعد كده عملناها كده نروح نصممها بقى، نعمل لها اليو اي واليو اكس يبقى بالشكل ده كده، وانت تشوفه هيبقى فيه ايه، هيبقى فيه هنا الصورة شكلها كذا، الألوان شكلها كذا، الشعر هيبقى شكله كذا وخلافه ده. بعد كده تروح بقى تعمل له الموبايل ابلكيشن اندرويد والاي او اس والباك اند بتاعته والحاجات دي كلها. انت كعميل تركز جدا في اول مرحلة من المراحل اللي احنا قلنا عليها اللي هي التحليل، ان انت لو مش هتعمل التحليل تبقى متابع مع الشركة ومتأكد ان كل حاجة موجودة في التصميم في التطبيق اللي انت عايزه موجودة في التحليل، كل زرار موجود على طول كده. انا بقى اما اتعامل مع حد اقول له مرحله التحليل دي هي مرحله ان انت بتتاكد فيها ان كل زرار انت عايزه موجود، لان الزرار اللي مش موجود مش هيبقى موجود، خلاص اعتبره مش هيبقى موجود. طبعا انت تقدر تخلي كل حاجه موجوده، بس هو كده يعني، لو ما وجدتوش في الاول
انت اللي بتصعب البروجكت انه ينجح. فانت تحاول بقدر الامكان انك تخلي كل حاجه انت عايزها تبقى موجوده من الصفر، اسهل ليك واسهل على اللي بعديك كمان. انا الموضوع طول شويه بس انا برضه حاولت المه، هو اكبر من كده. لو عايز تفصيل في اي مرحله من المراحل دي قولوا لي، لو في لبس او اي شيء او في سؤال سيبهولي، ما تنسوش بقى من الشير من سبسكرايب. ان شاء الله الفتره الجايه هنزل شويه فيديوهات كويسه. انتظرونا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.